نروح بقى دلوقتي لزميلنا امير هشام من فندق اللاعبين، نعرف اخر الاجواء اللي موجوده هناك. برحب بيك يا امير. تحياتي ليك يا كابتن ايمن، وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. يعني خلاص لحظات قليله جدا، ويعني ينتقل فريق النادي الاهلي من مقر الاقامه لملعب المباراه، ملعب المدينه التعليميه اللي حصل صديق اليوم ما بين الاهلي والدحيل في اولى مباريات النادي الاهلي في كاس العالم للانديه. خليني اقول لك اخر التطورات واخر الجديد، وبالتحديد فيما يتعلق ببرنامج الفريق النهارده. النهارده مستر بيتسو موسيماني عمل محاضره مبكره شويه، كانت في تمام الساعه 2 ظهرا بتوقيت المونديال، اتكلم فيها بشكل كبير جدا على بعض الجوانب الخططيه والتكتيكيه، وادى بعض التعليمات الاخيره للاعبي النادي الاهلي قبل مباراه اليوم فيما يتعلق بالشق الدفاعي او الشق الهجومي واستراتيجيه النادي الاهلي والسيناريو المتعلق بهذه المباراه الهامه. ركز كمان ماني مع اللاعبين على بعض العناصر الخطره جدا في خط هجوم فريق الدحيل، وكيفيه التعامل مع هذه العناصر وكيفيه مواجهه خطوط هجوم فريق الدحيل. الامور في الحقيقه ماشيه بشكل مميز جدا. خليني اقول لك ان المسافه تحديدا ما بين مقر الاقامه وملعب المباراه حوالي 15 دقيقه، الفريق بالظبط كمان 20 دقيقه هيبتدي يتحرك باذن الله من خلال الاتوبيس الخاص به في اتجاهه لملعب اللقاء. حماس شديد جدا، جديه واضحه قوي قوي كانت على وجوه لاعبي النادي الاهلي النهارده والجهاز الفني، وطبيعي يبقى في جديه. انت بتلعب في كاس عالم الانديه، وفي كل الاحوال اي مباراه بياخدها النادي الاهلي دايما بيبقى الجديه هي السمه الاساسيه بالنسبه له، لكن التركيز كان في اعلى معدلاته في الحقيقه، وده ايضا كان واضح جدا جدا على وجوه لاعبي النادي الاهلي والجهاز الفني. الكل مركز، الكل عنده امال كبيره باذن الله في اسعاد النادي الاهلي من خلال يوم كخطوه اولى في يعني بطوله كاس العالم للانديه اللي كان مفتقدها في الحقيقه جمهور النادي الاهلي على مدار سنوات سابقه، او مفتقد اجواءها يعني تحديد. لكن كلنا ثقه في الجهاز الفني واللاعبين، وحاله من التفاؤل موجوده في الحقيقه بخصوص كل افراد بعثه النادي الاهلي هنا في المونديال. انا معاك يا كابتن ايمن، لو في اي استفسار اتفضل. طمني على الاجراءات الاحترازيه النهارده يا امير. يعني الاجراءات الاحترازيه زي كل يوم في الحقيقه، موضوع يعني ما فيهوش هزار اطلاقا، كل الاجراءات الاحترازيه متبعه، وخصوصا احنا هنا داخل فقاعه طبيه، تحركات النادي الاهلي كلها هنا في المونديال من خلال هذه الفقاعه، سواء انت في مقر الاقامه وانت رايح ملاعب التدريبات على مدار الايام السابقه، كمان هيبقى نفس النظام وانت رايح لملعب المباراة النهاردة، هيبقى مخصص أماكن معينة تحديدا لبعثة النادي الأهلي، وأماكن كمان معينة طبعا للفريق والجهاز الفني واللاعبين. يعني إجراءات احترازية مشددة، والأمور في الحقيقة ماشية بالشكل الجيد جدا، وفي التزام كبير جدا من كل أفراد بعثة الفريق هنا. كابتن أيمن، اللعيبة الكبار طول عمرنا يا أمير في النادي الأهلي، اللعيبة الكبار بيبقى ليها دور يعني مش عايز أقول لك كبير جدا في المواقف اللي زي ديت، في المواقف اللي فيها مباريات مهمه، في البطولات الحاسمه، دور اللعيبه الكبار كان ايه في قبل ماتش النهارده؟ الشناوي، وليد سليمان، ايه اللي حصل؟ يعني اكيد ليهم دور كان بارز جدا على مدار الايام السابقه منذ وصول الاهلي للمونديال، وكانت جلسات على طول ما بين لاعبي النادي الاهلي الكبار واللاعبين الموجودين. كل لاعبي النادي الاهلي في الحقيقه كبار، لكن احنا بنتكلم على الخبرات اللي موجوده في الفريق، العناصر القديمه اللي يمكن شاركت هذه المحافل كبير جدا سواء مع المنتخب الوطني او مع النادي الاهلي. وليد سليمان طبعا كان ليه دور كبير قوي مع الفرقه، يعني كان حريص اشد الحرص ان هو يكون متواجد مع البعثه رغم ان هو مش متاح للمشاركه في المباريات، لانه كان بينقل بعض الخبرات اللي اكتسبها من خلال المشاركه. طيب يبدو ان الصوت اتقطع، شكرا جزيلا للزميل العزيز امير.